بطبيعة الحال رمضان دايماً هو شهر الخير، والحقيقة ترجمة يعني لهذه المقولة التحالف الوطني للعمل الأهلي عامل دور إنساني وعظيم جداً أنه يوصل للأسر الأولى بالرعاية في كل المحافظات. وعشان نحط جملة الأسر الأولى بالرعاية، حصل مجهود كبير جداً خلال سنوات طويلة جداً قدرنا من خلالها أن احنا نصفي قواعد البيانات ونوصل لقاعدة بيانات واحدة على مستوى الجمهورية لهذه الأسر. التحالف بيقدم من خلال المؤسسات التابعة لي عدد كبير من المساعدات العينية والمادية، ما بين كراتين رمضان، ما بين وجبات ساخنة بتقدم على الفطور، ما بين توزيع لحوم، ما بين توزيع كروت مساعدات. وده دور مهم وإنساني جدا للتحالف بيكون دايما حريص عليه خلال شهر رمضان. عايز أقول لكم إن عدد المستفيدين من هذه المساعدات اللي بيقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي في شهر رمضان بيبلغ حوالي 19 مليون مواطن. احنا بتكلموا في رقم ضخم جدا، يعني بتكلموا في رقم يعني بيعادل دول كاملة، 19 مليون مواطن بمتوسط تكلفة قدرت بحوالي 1,800,000,000 جنيه. طبعا كلنا يعني في غنى عن التعريف بأن هذه الأموال ليست من خزينة الدولة وأنها من خزينة هذا التحالف اللي هو بيضم عدد من جمعيات المجتمع المدني. المساعدات دي زي ما قلنا مش بس كراتين رمضان، في أيضا توزيع للملابس. كلنا عارفين أن في أسر محتاجة لبس للعيد لأبنائها، في موائد رحمن، في معارض لسلع غذائية مخفضة يعني للناس اللي بتجد نوع من أنواع الغضاضة أن هي تاخد الصدقة بمفهومها الشامل. طبعا ده بجوار عدد كبير من الفعاليات الترفيهية، الفعاليات التوعوية والمستمرة طوال أيام شهر رمضان الكريم. في الحقيقة اللي بيميز التحالف الوطني أنه بيضم عدد كبير جدا من مؤسسات المجتمع المدني، بيبلغ حوالي أكثر من 34 مؤسسة. كل مؤسسة من هذه المؤسسات بتحرك تحتيها يعني جمعيات موجودة في عدد كبير جدا من قرانا ورفنا ومراكزنا الموجودة في طول بره مصر. يعني هذه الجمعيات عندهم قاعدة بيانات بالأسر الأولى بالرعاية، وفيها أيضا عدد كبير من المتطوعين اللي بيساعدوا في وصول هذه المساعدات لهؤلاء الأسر الأولى بالاستحقاق. التحالف أيضا بيساعد على التنسيق ما بين كل هذه الجمعيات بحيث أن يكون في تنوع ويكون في تكامل في هذه الخدمات اللي بتقدمها مؤسسات التحالف، وده بيوصل أو بيضمن وصول كامل هذه المساعدات بأشكالها المختلفة لكل المستحقين. في الماضي كان عندنا زي ما احنا عارفين عدد كبير جدا من جمعيات المجتمع المدني كانت ممكن تروح لهذه الأسرة بعينها مرة، وتيجي جمعية تانية تروح لنفس الأسرة، والأسرة المستفيدة مرة واثنين وثلاثة دي بتضيع فرص كتير جدا على أسر كتير جدا مش مسجلة. ولكن لما حصل نوع من أنواع التدقيق في الكشوفات الاجتماعية أو الحالات الاجتماعية لهذه الأسر، وحصل نوع من أنواع التدقيق أيضا لكل قواعد البيانات المستحقة، أصبح من السهل جدا الوصول للأسر المستحقة، والسهل أيضا الوصول لعدد كبير جدا من الأسر، وأيضا أن احنا يبقى عندنا أيضا، وده أعتقد أنه هو الكنز الحقيقي اللي كسبه التحالف، قاعدة بيانات كبيرة جدا بعدد من المتطوعين، واللي شفناهم في أحد لقاءاتهم في استاد القاهرة مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دور كبير جدا بيلعبه التحالف الوطني، بنحييه. وأعتقد أن الشهر الكريم هو زي ما هو موسم لعمل الخير، هو أيضا موسم لهذا التحالف أنه هو يبرز أعماله وتكون أعماله حاضرة على مائدة المجتمع المصري. مرة تانية بنصبح لحضراتكم، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.